بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق العاشر لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس العيد الوطني برعاية وزارة شؤون الأعلام، وكأس شركة الحواج، وكأس إبراهيم بن سعد للرماحي، وكأس الوسمية. كما حضر السباق سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس الوسمية إلى الفارس الفائز سالم العجمي، كما قدم محمد جواد الحواج ويوسف عبد الوهاب الحواج كأسي شركة الحواج للشوطين الخامس والسادس إلى الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، فيما قام إبراهيم بن حمد الرميحي بتقديم كأس إبراهيم بن سعد الرميحي إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قدم أحمد سعد الرميحي وخليفة عبد الله المناعي هدايا تذكارية للمضمر والفارس والسايس والفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع.